السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أستغفرك ربي وأتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. في البداية يا ريت كل الناس اللي معانا تعمل لايك، واللي بيتابعنا لاول مره يشترك معانا بالقناه، وما تنسوش تفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم اشعارات وكل الفيديوهات الجديده الخاصه بالقناه. مصطفى الجويلي رئيس المنظومه الاعلاميه بنادي الزمالك بيقول يا جماهير النادي الزمالك، يا جماهير نادي الزمالك انتفضوا وادعموا ناديكم ورئيس ناديكم، فان الزمالك يتعرض لحرب شرسه من اعداء النجاح، ولكنهم لن يستطيعوا أن يعيدوه إلى الوراء. جمهور الزمالك أكبر سند، دعموا رئيس ناديكم وناديكم المستشار ورئيس المستشار مرتضى منصور. هكذا تحدث فكرة الربط إن رئيس النادي هو النادي، فهذا خطأ. يعني مرتضى منصور لو اتحبس مثلا يبقى الزمالك هو اللي اتحبس؟ ها؟ مرتضى منصور لو مات يبقى الزمالك مات؟ مرتضى منصور لما سقط، لو سقط في انتخابات يبقى الزمالك هو اللي سقط؟ فكره ان اللعب على نغمه الجمهور. وثم مين اعداء النجاح؟ مين اعداء النجاح؟ المسؤولين عن البلد اللي مرتضى منصور قال ان انت سبب، لما قعدوا معاه على لسانه قال ان هو سبب الاحتقان، مرتضى منصور دول الاعداء النجاح؟ الخطيب وممدوح عباس وتامر امين وابراهيم سعيد وهشام يكن وفاروق جعفر وحسن شحاته وحازم امام وايمن يونس، اكثر ناس يعني الناس دي، حازم امام وايمن يونس اكثر ناس بتدافع عن الزمالك في الاستوديوهات التحليليه ضد الاخطاء التحكيميه كمان، يعني بيجدوا مع الحكام. حازم امام اللي سهل خروج جماهير الزمالك، ما هو قال كده. هشام ياكن قال له هعلقك من رجليك. ها، كل يعقوب السعدي في الامارات هو السبب، ملعب العين هو اعداء النجاح اللي كان سبب مؤامره وبتلعبوا النادي الاهلي عليه. يعني قطر اعداء النجاح، ابو سنيده والضابط القطري اللي ممدوح عباس قابله على كلام مرتضى منصور في مش عارف فين، هم دول. ايه يا جماعه في ايه؟ حتى كمان بياخدوا الجمهور. لما الكابتن اكرامي في مع مهيب اتكلم عن فريره، فالاخ اكتر واحد بشير التبعي استغل خساره نادي الزمالك 6-1 وعمل بيها اعلان دخل له قرشينات، فدخل بيتكلم مع الكابتن اكرامي، لا انت بتقلل من نادي الزمالك. قال انا ما اتكلمش عن الزمالك، بتكلم عن فريره. قالوا ما فريره يعتبر رمز من الزمالك، رمز للزمالك، يعني فريره لو حصل له حاجه يبقى او مشي يبقى الزمالك هيمشي معاه، هياخد الزمالك في ايده وهو ماشي. ها، هيروح بيه البرتغال يعني ولا ايه؟ ايه علاقه ده؟ مرتضى منصور عامل ازمات مع الدنيا بحالها. اتكلم عن طارق العوضي، اتكلم عن طارق جميل اسمه جميل سعيد، طارق جميل سعيد، اتكلم عن محمد عثمان، اتكلم عن كل الناس، خطيب المرتجي العمري، كل الناس، مرتضى منصور، مفيش شوبير، هنجيب مين تاني؟ سيف، ابراهيم فايق، حتحوت، مهيب، كل دول اعراب ان عدد كبير من زمالك، ابراهيم سعيد، احمد سعيد، علاء الصادق اللي جوه واللي بقى، كل دول، كل دول. ها، حتى الاعلام اللي معاك، حتى ادوارد اللي مستقبل هشام ياكن مقدم برنامج، والمذيع اللي بيقول لك على اسمها نانسي، كل دول اعداء. ثم يعلق مرتضى منصور بيخوض حرب، انا ما حدش يقول لي انا الكل، انا عم، انا ضد الفساد، انا اول واحد استقلت، انا كل حاجه مرتضى منصور بيقول انا. فين الزمالك؟ كون ان رئيس المنظومه الاعلاميه بنادي الزمالك يحط ادعموا ناديكم ورئيس ناديكم مرتضى منصور وعامل هاشتاج الزمالك ومرتضى خط والزمالك ومرتضى، يبقى الزمالك. طب كويس كتر خيرك اللهم سويت، حطيت الزمالك قبل مرتضى، يعني سويتهم ببعض. الزمالك هو مرتضى. انت بتدافع عن الزمالك يا استاذ، عايز اسالك سؤال يا استاذ مصطفى جوي، انت بتدافع عن الزمالك ولا بتدافع عن مصلحتك وحياه ولادك؟ لا ترد يا راجل. ها، حياه ولادك يا شيخ، يعني انت خايف؟ لا، انت مش خايف الزمالك، خايف مرتضى منصور يحصل له حاجه يمشي بتاع، فانت طبعا هتمشي. منظور مفيش انظمه اعلاميه، انت وجودك مرتبط بوجود مرتضى منصور، فكل همك مش نادي الزمالك. والله اللي حوالين مرتضى منصور في قطاع كبير جدا منهم اقسم بالله ما يهمه زمالك ولا غيره، كل يهمه بقاء مرتضى منصور، لان وجود مرتضى منصور بيامن لهم الراتب اللي بياخدوه كل شهر، وزورهم على البرامج التلفزيونيه وعملهم في المنظومه الاعلاميه وغيره، سواء نقاد او محللين او حتى
مذيعين قصة، مش قصة نادي ولا فكرة مبدأ، ولا أنا صاحب مبدأ، ولا إن ده معاه حق وأنا بساند الحق، لا، الفكرة كلها أنا طول ما أنت مستفيد، ها، فمع احترام الرأيك، رأيك مش هيكون محايد، سواء كنت في أهلي أو في زمالك بنسبة كبيرة، بنسبة كبيرة، ها، في نادرا لما تلاقي واحد، لكن عمرك ما تلاقي واحد بيتعامل ضميره وبيسند الجانب الغلط، عمرك ممكن في الجانب الصح تكون موجود وبتتكلم، لانك انت مثلا النادي الاهلي صاحب حق مثلا في قضايا كثيره، فتلاقي في اعلام النادي بيتكلم عن النادي الاهلي، وهتلاقيه برضه خايف على النادي الاهلي بكلمه حق، لان الاثنين جم مع بعض، مصلحته وكلمه الحق جم مع بعض. لكن في بعض الاحيان نوادي اخرى الحق بيتعارض مع المصلحه، فبالتالي بيفضل مصلحته، ده اللي احنا بنشوفه. لكن الناس اللي بعيده وتشوف المشهد ولا مستفيده هنا ولا من هنا ولا من وجود ده ولا من وجود ده، تاخد منها الكلام الصح او بنسبة كبيرة المقنع او الحيادي او الرؤية بدون مصلحة. رعاة النادي الاهلي حتى الان بسم الله ما شاء الله وصلوا تقريبا لست رعاة، ولسه اتكلمنا عن اتصالات وبنك ابو ظبي والبريد المصري وشركة او شيل وجي ال سي، وايضا هيكون مرسول، دول ست رعاة، ولسه كمان بسم الله ما شاء الله ربنا يزيد ويبارك. الاعلام بقى بعد النادي الاهلي ما الفتره اللي فاتت سواء في الدوري او السوبر او دوري ابطال افريقيا ماشي بشكل جيد في حاله من الهدوء والاستقرار، والراجل مارسيل كولر لا يعتمد على اسماء، بيعتمد على المجهود، او بمعنى اصح بيشوف مين اللي بيشغل على نفسه بيطور من ادائه ومين اللي ممكن ينفذ فكره، ما عندوش اسم كبير ولا اسم صغير. الاعلام يسكت؟ لا. المواقع الرياضيه تسكت؟ لا. لازم نعمل ازمه. ها، كولر اطاح بثلاث مدافعين، محمد هاني ورامي ربيعه وايمن اشرف، ايمن اشرف بيطالب بالرحيل، رامي ربيعه بيفضل عاوز يحسم موقفه، حسين الشحات هتجددوا لي ولا امشي واشوف لي سكه تانية، محمد هاني لا مش انا قاعد على الدكه كتير، كلام كتير حول هذه الامور. لا، نحن لازم نعمل ازمه. موقع الوطن نزل تقطيع في كل لعيبه النادي الاهلي، قال لك محمد عبد المنعم جاي له عروض، النادي الاهلي نفى قصه ان في اي عروض لمحمد عبد المنعم. ها، رامي ربيعه عايز يفكر يمشي، محمد هاني، ايمن اشرف بيطالب بحسم موقع، كل هذه الامور مش اي حاجه من هذه، لكن الاعلام شغال محاول. ده بالنادي الزمالك اللي فين الصفقات؟ الصفقات فين اللي لعبت؟ طب اللي ما لعبتش؟ طب ازاي اتصاب؟ طبعا الصوت العالي بيخوف. المحامي البوليفي، محامي سافيو في بوليفيا بسبب الطرد اللي خده في احد المباريات، والاعلام عمل عليه حلقات، ميدو وجريمه كرويه، نادي الاهلي وتعاقده مع سافيو ومدحت شلبي، ازاي دي؟ مجدي عبد الغني، النادي حاول مليون دولار على لاعب ممكن يتوقف. محامي البوليفي اخطر النادي الاهلي، مصدر بيتكلم ان اخطر النادي الاهلي ان مفيش اي عقوبات خاصه بالقضية أو لجنة الانضباط في الاتحاد البوليفي لكرة القدم. كل التوفيق للنادي الأهلي. أيضا بالنسبة لمارسيل كولر، كان في بعض الأنباء بتتكلم على أن النادي الأهلي ممكن يخوض معسكر خلال فترة التوقف الحالية لا تمتد تقريبا 15 يوم أو أكثر بعد تأجيل الدوري أو لما بعد المناخ والتوقف الدولي ومباراة بلجيكا، لكن مارسيل كولر قال لك مفيش، ما ينفعش نخرج معسكر خارجي في التوقيت، خصوصا ان هو كمان هيسافر اسبوع لسويسرا، يعني بعد مباراه يوم الثلاث مباراه وديه النادي الاهلي هيلعبها، فهيسافر لسويسرا، قال لك مفيش وقت ضيق علشان تروح تعمل معسكر خارجي. كان في كلام على فتره كاس العالم، لكن بما اننا هنلعب دوري وكاس في فتره كاس العالم ثلاث جولات، وهنلعب دور الثمانيه من كاس مصر، ربما كمان بعض المباريات من كاس رابطه، فالراجل قال لك خلاص بقى مفيش قصه المعسكر ده، بقى خلاص ننسى المعسكر الخارجي. مرتضى منصور رفض فكره رحيل اسامه نبيه لتدريب نادي اسوان بعد محاولات مسؤولي نادي اسوان، وكان عنده رغبه اسامه نبيه انه يقود اسوان منفردا كمدير مدرب مدير فني لنادي اسوان بعيدا عن نادي الزمالك، يبقى قائد لوحده يعني. لكن مرتضى منصور رفض هذه الفكره وطالبوا بالبقاء لضمان الاستقرار داخل النادي الزمالك خلال المرحله المقبله. بعض الانباء بتتكلم على ان مارك كلاتنبرج وبخ محمد معروف توبيخا شديد اللهجه، شجب وادان وهدد بالتحكيم في القسم الثاني، وذلك على خلفيه مباراه الزمالك وسيراميكا وتغاضي محمد معروف عن طرد اللاعب زكريا الوردي في الشوط الاول، وحرم
النادي السيراميكا من محاولة العودة للمباراة مرة أخرى. هذا الأمر تسبب في حرق شديد لمحمد معروف وغضب من المعروف ومن بعض الحكام. انت تفضحنا يا عم كل شويه تعمل تحلل لنا وتعمل هيطيروا هذا الرجل يعني في رغم ان في مشاكل، لكن احنا منتظرين يا مارك كلاتنبرج حلل لنا الجوله اللي فاتت، عاوزين نشوف هل هدف الزمالك، هل امبلو ضرب الجزاء ملوش ضرب جزاء، هدف كريم صح ولا مش؟ طبعا هو صح كريم في مباراه الداخليه الهاتريك الثالث اللي اتلغى الخامس للنادي الاهلي صح، بس عاوزين نعرف يعني افضح لنا الحكام كمان وكمان. في النهاية شكرا على حسن متابعة حضراتكم ودمتم في أمان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.